أعزائي المشاهدين من مطار كازان في دولة روسيا الاتحادية نحيي. أعزائي المشاهدين من مطار كازان بدولة روسيا الاتحادية أحييكم وننقل لحضراتكم الوصول مباشرة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة كازان تحديدا مطار كازان الدولي استعدادا لمشاركة سيادته في قمة تجمع دول البريكس لهذا العام. تأتي هذه المشاركة الأولى لسيادة الرئيس الرسمية بعد انضمام مصر لهذا التجمع الهام مطلع العام الجاري، بما يعكس أهمية المشاركة المصرية في فعاليات هذه القمة الهامة من القمم الدورية لهذا التجمع. أنشئ هذا التجمع في العام 2006 بمشاركة أربع دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل، وفي عام 2009 انضمت إليهم جنوب أفريقيا ليصبح عدد الدول الأعضاء المؤسسين لهذا التجمع الهام خمس دول اختصارا بكلمة بريكس. في الأعوام التالية وتحديدا منذ عام 2009 و2014 و2015 كانت هناك محطات هامة لترسيخ أطر التعاون بين دول هذا التجمع وترسيخ هذا التجمع بوصفه منصة اقتصادية هامة للدول الأكثر نموا. في هذه الأعوام شهدت طفرات متلاحقة كان أبرزها تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال 50 مليار دولار، ومن بعدها تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار. في هذا العام مطلع هذا العام تحديدا أعلن عن انضمام كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وإيران وإثيوبيا ليصبح عدد دول هذا التجمع الهام 10 دول. هناك أكثر من 83 دولة أو 83 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التجمع الهام. في هذا العام الجاري أيضا أعلن أن هذه الدورة من دورات انعقاد هذا التجمع سوف تشهد عدد كبير من النقاشات والفعاليات بالنظر إلى المستجدات الإقليمية والدولية سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي والجيوسياسي والتطورات التي يشهدها العالم سواء فيما يتعلق بعدد كبير من النزاعات والصراعات التي باتت تضفي بظلالها السلبية على أطر التعاون خاصة في هذا التجمع الهام. في هذه الأثناء حطت طائرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض مطار مدينة كازان الروسية إذانا ببدء فعاليات مشاركة وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه الفعاليات الهامة لتجمع دول البريكس. السيد الرئيس خلال هذه المشاركة سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام دول وتجمع دول البريكس التي يستعرض خلالها مواقف الدولة المصرية حيال الكثير من التحديات والأزمات الآنية التي تشهدها المنطقة ويشهدها عدد كبير من دول المنطقة. أيضا من المنتظر أن يستعرض السيد الرئيس خلال هذه الكلمة الهامة عدد كبير من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتهيئة المناخ الجاذب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة، كما يستعرض سيادته عدد كبير من الفرص الواعدة التي يحملها الاقتصاد المصري خاصة أمام المستثمرين من دول هذا التجمع الهام. من الجانب الآخر هناك اهتمام متزايد لدى دول الأعضاء في هذا التجمع بدعم وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وبين هذه الدول، خاصة في ضوء ما تحقق مؤخرا من خطوات واعدة اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة هذا المناخ الجاذب للاستثمار.
تجمع البريكس حقق كما أشرنا طفرات متلاحقة مؤخرا، وحسب مؤشرات وتقارير صادرة عن البنك الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي لدول التجمع مجتمعة وصل إلى أكثر من 31.5% من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، وهو ما يفوق حجم إنتاج دول مجموعة الصناعية الكبرى G7 مجتمعة، والتي حققت فقط 30.5%، ما يؤشر على المستقبل الواعد الذي ينتظر دول تجمع البريكس في إطار تعزيز أطر التعاون بين هذه الدول وأيضا بين الدول الأخرى التي ترغب وتطمح في الانضمام إلى هذا التجمع. قريبا نتحدث عن دول إفريقية، دول عربية، دول لاتينية، ما يعكس أهمية هذا التجمع، وما يعكس أيضا بعد نظر الدولة المصرية والسياسة الخارجية المصرية في تحركاتها إقليميا ودوليا نحو تعزيز أطر التعاون مع تجمعات اقتصادية هامة من بينها وفي الصدارة منها تجمع دول البريكس. من المنتظر كما أشرنا أن يجري السيد الرئيس عدد كبير من المشاركات الفاعلة سواء في إطار كلمة مصر أمام تجمع البريكس وكلمة أخرى أمام تجمع البريكس بلس، أو بخلال لقاءات ثنائية متعددة الأطراف سوف يجريها السيد الرئيس في مقدمتها لقاء هام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاءات أخرى تجمع بعدد من قادة الدول المشاركين في هذا الاجتماع وهذه القمة الهامة. ربما نفسح المجال قليلا للصورة لتنقل فعاليات وصول السيد الرئيس إلى مطار كازان استعدادا لمشاركة سيادته في هذه الاجتماعات الهامة. وكما أشرنا هذه الاجتماعات تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى هذا التجمع مطلع العام الجاري، بالإضافة أيضا إلى انضمامها مطلع العام الماضي إلى عضوية بنك التنمية الجديد الذي يضمن استثمارات مباشرة تناهز 50 مليار دولار لاقتصادات ناشئة في الدول الأعضاء. أيضا مصر انضمت إلى صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار، هذا الصندوق الذي أسسته دول تجمع البريكس يعمل على تخفيف والحد من التأثيرات السلبية لعدد من الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية الراهنة، والمساعدة في تلافي الأثار الناتجة عن عدد كبير من التحديات سواء الاقتصادية أو السياسية. هذه القمة من المنتظر أن تشهد أجندة متخمة بالعديد من الموضوعات والعديد من التحديات التي تواجه دول هذا التجمع، من بينها تحديات سياسية وجيوسياسية وأيضا تحديات اقتصادية مرتبطة ارتباط مباشر بتفجر الصراعات بعدد كبير في عدد كبير من المناطق. من بين أهم هذه الأزمات بطبيعة الأحوال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد وتيرة العنف بين إسرائيل وبين لبنان، وأيضا عدد آخر من الأزمات، نتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتفجر الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة أيضا إلى تحديات اقتصادية من بينها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالميا وتحديات مناخية وأيضا انقطاع لسلاسل الإمداد الغذاء والطاقة وغيرها. إلى جانب هذه التحديات هناك موضوعات أخرى مدرجة على أجندة عمل القادة والرؤساء والزعماء المشاركين في هذه الدورة من دورات انعقاد تجمع دول البريكس، من بينها التحديات المناخية والتحولات والتحول الطاقي باتجاه استخدامات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة. هناك أيضا عدد من القضايا من المنتظر أن يناقشها القادة والزعماء المشاركون في هذه الاجتماعات، من بينها قضايا الشمول المالي والتحول المالي وتوطين التكنولوجيا الذكية وغيرها من هذه القضايا والتحديات. في هذه الأثناء
يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصول سيادته عدد كبير من أعضاء الحكومة الروسية والرئيس التتاري رئيس دولة تتارستان، بالإضافة إلى أعضاء السفارة المصرية في موسكو. زيارة هامة من المنتظر أن تسهم في تعزيز التعاون خاصة الاقتصادي والاستثماري بين مصر من جانب وبين دول تجمع البريكس، بما يضمن خلق آفاق جديدة أمام الاستثمار والتجارة البينية بين مصر ودول التجمع. في هذه الأثناء يهبط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض مطار كازان استعدادا لمشاركة سيادته في فعاليات هذه القمة الدورية السنوية الهامة، قمة دول تجمع البريكس لعام 2024. السيد الرئيس يصافح مستقبليه من كبار رجال الدولة التتارية وعلى رأسهم الرئيس التتاري، وأيضا أعضاء الحكومة الروسية، بالإضافة أيضا إلى أعضاء السفارة المصرية لدى موسكو. هذه الزيارة كما أشرنا هي تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى دول تجمع البريكس مطلع العام الجاري، وتعكس اهتمام كبير لدى القيادة السياسية المصرية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي تحديدا بين مصر من جانب وبين دول هذه المجموعة الاقتصادية الواعدة. هذه المجموعة الاقتصادية تضم الآن 10 دول، كان آخر المنضمين 5 دول مطلع العام الجاري، في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بالإضافة بطبيعة الأحوال إلى الأعضاء المؤسسون روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا. السيد الرئيس استعرض حرس الشرف الرمزي في مستهل هذه الزيارة الهامة، واستعد للتوجه إلى مقر إقامة سيادته إذانا ببدء فعاليات هذه الزيارة الهامة التي ستشهد مشاركة السيد الرئيس في اجتماعات البريكس والبريكس بلس، ويلقي خلال هذه الاجتماعات كلمتي مصر الهامتين أمام هذه الاجتماعات، يستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية وتحركات السياسة الخارجية المصرية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعيد أيضا تعزيز صوت الدول الجنوب والدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القضايا الملحة المطروحة على أجندة العمل سواء العمل الإقليمي أو العمل الدولي بشكل عام. على هامش هذه الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس، من المنتظر أن يجري سيادته عدد من اللقاءات الثنائية التي تجمعه بعدد من الرؤساء والقادة والزعماء المشاركين في هذه الفعالية الهامة، في مقدمتهم لقاء هام سوف يجريه سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار وتواصل التعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وروسيا سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من اللقاءات سوف يجريها سيادته مع عدد من الرؤساء المشاركين في هذه الفعاليات، من بينهم الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الجنوب إفريقي، وأيضا عدد من رؤساء المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبين هذه الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة الاقتصادية. تجمع البريكس كما أشرنا أحرز نجاحات متلاحقة في الفترة الأخيرة،
سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد تعزيز أطر التعاون بين دول المجموعة في عديد المجالات. وربما كان هذا هو الحافز لعدد كبير من الدول التي أعلنت وتقدمت برغباتها للانضمام إلى هذا التجمع. في هذه الأثناء يغادر موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض مطار كازان متوجها إلى مقر إقامة سيادته وسط العاصمة التتارية كازان، استعدادا لمشاركة وبدء مشاركة السيد الرئيس في هذه الاجتماعات الهامة التي تأتي بصفة رسمية بعد انضمام مصر إلى هذا التجمع مطلع العام الجاري، وأيضا تعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون مع دول هذه المجموعة، ويعكس أيضا اهتمام دول المجموعة بعضوية مصر الهامة والفاعلة في هذا التجمع الذي كما أشرنا أعزائي المشاهدين أحرز نتائج وأحرز نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ربما أبرز هذه النتائج هو تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال يناهز 50 مليار دولار، وفي هذه الدورة تحديدا من هذه الاجتماعات يناقش المجتمعون مضاعفة هذا المبلغ وهذا رأس المال ليصل إلى 100 مليار دولار. كما أيضا نجح أعضاء المجموعة في تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار، ما يسهم في تخفيف حدة التأثيرات سواء السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية على أعضاء دول التجمع، وتخفيف هذه التأثيرات بمنح قروض ميسرة ومنح ومساعدات ومساهمات مالية مباشرة لتسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة. هناك قائمة طويلة من الدول التي تقدمت بعضوية بقبول عضويتها في هذا التجمع، من القارة الإفريقية، من التي أمريكا اللاتينية، من أيضا عدد آخر من الدول الإفريقية. كل هذه الدول أكثر من 38 دولة تقدمت برغبتها للانضمام إلى هذا التجمع الهام الذي بات يمثل صوت الجنوب وصوت الدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية. السيد الرئيس وصل كما تابعنا أعزائي المشاهدين منذ قليل إلى عاصمة تتارستان ضمن الاتحاد الروسي كازان للاستعداد للمشاركة في هذه الفعاليات وهذه الدورة الهامة من دورات انعقاد دول تجمع البريكس. تحياتي مرة أخرى وعودة إلى الاستوديو. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، والتي تابعنا فيها منذ لحظات وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كازان الروسية التي تشهد قمة في غاية الأهمية لتكتل اقتصادي للدول الناشئة. قمة بريكس والتي تنعقد في مدينة كازان بروسيا الاتحادية هي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له في مطلع العام الجاري. هذه القمة التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتأتي هذه الدول كدول خمس بدأت بإنشاء هذا التجمع الاقتصادي لدول ناشئة، وأصبح في عضويتها الآن مصر والإمارات والسعودية وتركيا وإيران. السيد الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر والمواقف الخاصة بها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا الهامة دوليا وإقليميا، وبالطبع على رأسها القضايا الاقتصادية فيما يخص قضايا الاقتصاد للدول الناشئة وتجمع بريكس تحديدا، وكيفية تقوية هذا التجمع بما يخدم مصالحها الخاصة. كذلك هناك نوع من الموضوعات والقضايا الهامة التي تتطلب العمل
من خلال الأطراف الفاعلة في تجمع بريكس وتعزيز التعاون المشترك ما بين دوله والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا. كذلك إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وفي ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيعقد سيادته عدد من اللقاءات الثنائية على هامش هذه القمة وهذه المشاركة المصرية. تأتي أيضا قضايا التغيرات المناخية وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول تجمع بريكس على رأس الموضوعات في هذه القمة والتي ستشملها المشاركة المصرية. هذا بالإضافة إلى المواقف الثابتة بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المصرية الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسعة دائرة الصراع أو تحوله إلى حرب إقليمية. كذلك يؤكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذه المشاركة الخطورة البالغة على مقدرات شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين إذا لم تحل القضية الفلسطينية ولم يتم إيقاف النيران من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة أو حتى تعديها للدول العربية المختلفة ومنها لبنان. كما سيشارك السيد الرئيس في قمة بريكس بلس التي تضم بالإضافة إلى دول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة بالتجمع، ويؤكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها أهمية اجتماعات بريكس بلس في تعزيز التعاون الجنوب جنوب. هذا التجمع وهذا التكتل الاقتصادي الناشئ الذي يهدف إلى إيجاد حلول غير تقليدية سواء من النواحي الاقتصادية أو فيما يواجه الدول الناشئة من مشكلات وتبعات هذه المشكلات على شعوب الدول المشاركة فيها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ أشرف، تحية طيبة. مصر ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر لأول مرة في عضوية بريكس هذا العام في روسيا، كيف ترى هذه المشاركة؟ يعني في البداية أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أعتقد أن هذه المشاركة من جانب السيد الرئيس في هذا التجمع لأول مرة أعتقد أنها مسألة في غاية الأهمية للعديد من الأسباب. أولى هذه الأسباب من وجهة نظري هو تلك التغيرات العميقة والجذرية والمتسارعة في النظام الاقتصادي العالمي، الحروب والصراعات ما بين دول الغرب من ناحية ودول الشرق من ناحية أخرى. في خضم هذه الصراعات والتحولات الكبيرة أعتقد أن الدولة المصرية تحركت وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة تحديدا نحو تنويع التعاون الاقتصادي مع كافة الدول المؤثرة اقتصاديا في على مستوى العالم، وكان انضمامها لهذا التجمع تجمع بريكس أعتقد أنها خطوة في منتهى الذكاء وخطوة في منتهى أهمية لمواجهة هذه التغيرات الجذرية. لماذا هذه المسألة مهمة أو هذا الانضمام مهم؟ أعتقد أنه في المقام الأول الدولة المصرية تتجه شرقا ناحية هذا المعسكر المهم والذي من المتوقع خلال السنوات القادمة أن يصبح هو المتحكم الرئيس في الاقتصاد العالمي، خاصة أنه يضم الصين ويضم الهند ويضم روسيا، وبانضمام الدولة المصرية وبانضمام مجموعة قوية من الدول
العربية، أعتقد أن هذا التكتل سيكون له تأثيرا كبيرا ومهما للغاية على مستوى الاقتصاد العالمي. هذه نقطة. النقطة الثانية من وجهة نظري أنه في أيضا خضم التحولات الكبيرة والصراعات الكبيرة التي تشهدها العالم، كل دولة تسعى بشكل حثيث إلى تأمين مواردها الاقتصادية وأمنها القومي الاقتصادي والغذائي والسلعي. فكون أن تذهب الدولة المصرية لدول من أكبر الدول المنتجة وتصبح هي الأخرى دولة قوية في هذا الإطار وفي هذا التجمع، أعتقد أن هذه المسألة أيضا تؤمن احتياجات الأمن القومي المصري بشكل أو بآخر. النقطة الثالثة والأخيرة من وجهة نظري هو الدعم الكبير الجيوسياسي الذي تحظى به الدولة المصرية من جانب هذا التكتل، وظهر ذلك جليا في العديد من القضايا الإقليمية. وأعتقد أن هنالك كان هنالك تبني كبير من جانب الدول الكبرى في هذا التجمع للهوية المصرية ووجهة النظر المصرية، خاصة ما يدور في قطاع غزة وفي لبنان الآن. نعم. إذن لكل هذه الأسباب تأتي أهمية هذه المشاركة من جانب السيد الرئيس في تجمع بريكس. إذن أكثر من شق في هذه القمة، سواء فيما يخص الشق السياسي أو الشق الاقتصادي، لكن تحديدا عندما نتحدث عن مصر ومساهماتها في صندوق التنمية ونتحدث أيضا عن صندوق الطوارئ، بخواص الاقتصاد المصري وبمؤشراته في هذه الأوان التي نتحدث بها، كيف تضيف هذه العضوية الجديد للاقتصاد المصري أو انتعاشة جديدة في الاقتصاد المصري؟ يعني أعتقد أن الإضافة التي من الممكن أن يقوم بها هذا التجمع للتحركات الاقتصادية الفعالة والإيجابية للغاية التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، أعتقد أنه من الممكن أن يكون على أكثر من مستوى. المستوى الأول، الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة وفي كل التجمعات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم لطالما تؤكد على جزئية مهمة للغاية، وهي أنه لابد من أن يكون هنالك تمويلا بفوائد محدودة للدول النامية حتى تتمكن من مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والناجمة بالأساس من الصراعات الدولية. فأعتقد أنه كون مصر وانضمام مصر لهذا التكتل بهذه القيمة الكبيرة لتأسيس بنك دولي بنك خاص به لتمويل المشروعات، أعتقد أن هذه النقطة ستكون في منتهى الأهمية للدولة المصرية وتحقق المطلب الرئيسي الذي طالما تقدمت به في جميع المحافل الدولية. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما نذهب إلى فكرة التعاون الاقتصادي المصري مع هذه الدول ونجد أنه يصل إلى نحو 25% من مجمل التعاملات التجارية المصرية، فهذه مسألة تؤكد على أن مصر تتجه في اتجاه يصب في مصلحتها أولا وأخيرا، خاصة أن هذا الرقم أو هذه النسبة مرشحة للزيادة بقوة خلال الفترة القادمة، خاصة مع ثلاثية الهند والصين وروسيا، وهذه أيضا مسألة تصب في صالح الدولة المصرية بمنتهى القوة. عندما أيضا ننظر إلى التحركات الغربية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية حيال أزمات المنطقة ونظرتها القاصرة للغاية على مستوى الاقتصادي بفعل التداعيات السياسية التي تجري في هذه المنطقة، وعدم انتباهها بشكل كبير إلى التحذيرات المصرية التي قامت بها على مدار العام الماضي، أعتقد أن هذه المسألة تدفع الدولة المصرية إلى تبني مواقف اقتصادية وسياسية تصب أولا في مصلحتها للأمن القومي، وثانيا تصب في استقرار الإقليم. واستقرار الإقليم لن يتحقق إلا بتوازن للقوى الدولية حتى نستعيد إلى حد ما هذا الاستقرار، وصولا إلى مرحلة الاستقرار والتوازن السياسي والاقتصادي في المنطقة خلال الفترة القادمة. نعم، أيضا كان من الحلم لدول تجمع بريكس هو يعني ما يمكن أن تجنيه من ثمار اقتصادية فيما يخص العملة والتداول فيما بين دول التجمع. برأيك متى يصبح هذا الحلم حقيقة؟ متى يصبح هناك عملة لدول التجمع يتم بها التبادل البيني فيما بينها أو حتى بالعملات المحلية لهذه الدول؟
يعني احد اهم واكبر واكثر الاهداف تاثيرا لهذا التجمع هو التعامل ما بين دوله وبعضهم البعض بالعمله المحليه لكل دوله على حده. هذه المساله اعتقد انها هي الهدف الكبير لهذا التجمع حتى يكون مؤثرا للغايه، وفكره نزع السلطه الكامله للدولار في التعامل مع العمليات التجاريه العالميه. كون أن نصل إلى هذه النقطة أعتقد أنها تحتاج إلى الكثير من العمل على أكثر من مستوى. أولا لم نصل إلى هذه النقطة إلا بأن تكون هنالك زيادة مطردة ومتسارعة في التعاون الاقتصادي والتجاور والتجاري بين دول هذا التجمع وبعضهم البعض. هذه نقطة. النقطة الثانية، هنالك العديد من الإجراءات الاقتصادية والتجارية وما يتعلق بأنظمة التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض، وأعتقد أن هذه الإجراءات تأخذ حيزا من الوقت، ولكن هنالك تسارع أراه على مدار العام الأخير نحو هذا التعاون، وفي هذه المسألة أعتقد أن المؤشرات إيجابية للغاية. النقطة الثالثة والأكثر أهمية من وجهة نظري أن هذا التحالف عليه أن يخرج لإطار أكبر وأقوى في المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تكون عملة الدولار هي العملة المسيطرة وعلى كافة اقتصادات العالم وكافة دول العالم. وفي هذا الإطار على الصين تحديدا وعلى روسيا تحديدا كدول كبرى على مستوى العالم، وعلى مصر وعلى السعودية وعلى الإمارات كدول منضمة حديثا إلى هذا التكتل ومؤثرة للغاية على نطاق إقليم الشرق الأوسط، على هذه المجموعات وعلى هذه التكتلات المنضمة إلى بريكس أم تسعى وبكل سرعة نحو إلغاء أو التقليل من سيطرة الدولار والولايات المتحدة الأمريكية على اقتصادات العالم والتعاملات التجارية. هنا وعند هذه النقطة تحديدا، وإذا استطعنا أن نفعل هذه المسألة بشكل سريع وقوي، أعتقد أن التعاملات ضمن إطار تكتل بريكس أعتقد أنها ستكون غاية فيها الحيوية وغاية فيها التأثير على مستوى الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الاقتصاد الإقليمي، وبالقطع ستكون الدولة المصرية أحد المستفيدين الكبار من التعامل مع هذا النظام الذي يعتمد على العملات المحلية. نعم أستاذ أشرف، إذن ما هي الميزة النسبية لتجمع بريكس أمام التكتلات الاقتصادية المماثلة أو المشابهة؟ يعني اعتقد ان هنالك العديد من المميزات. اولى هذه المميزات لو تكلمنا على ان هذه المميزات بالنسبه للدوله المصريه سنجدها اولا، يعني روسيا والصين والهند ثلاث دول من اكثر الدول تقدما تكنولوجيا خلال السنوات الحاليه ومرشحه خلال السنوات القادمه للسيطره على المسار التكنولوجي على مستوى العالم، خاصه مع التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. والدولة المصرية تسعى بكل قوة خلال الفترة الأخيرة نحو توطين الصناعات التكنولوجية في الدولة المصرية، وهذه ستكون ميزة كبيرة إذا استطعنا أن نفعل بشكل أكبر وأقوى التعاون مع الدول الثلاث تحديدا في إطار ضمن إطار تجمع بريكس. نقطة. النقطة الثانية، هنالك أوجه شبه كبيرة في بين دول الشرق الدول الشرقية في هذا الإطار، خاصة بين مصر وبين روسيا وبين الصين والهند في مظاهر فرص العمل، في مظاهر التعاون الاقتصادي، في مظاهر التقارب الكبير بالنسبة للجغرافيا وبالنسبة للتاريخ والعلاقات الاقتصادية الوطيدة بين مصر وبين دول التجمع. هذه المسألة أيضا يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى ميزة كبيرة تصب في صالح الدولة المصرية. أيضا على المستوى تنويع قدرات الدولة المصرية على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري، هذا التنوع الكبير الذي تذهب إليه الدولة المصرية وتنفذه بمنتهى القوة، وأعتقد أن هذه المسألة مرشحة أيضا لزيادة خلال الفترة القادمة. كل هذه المميزات ستصب بشكل مباشر وبشكل تلقائي في دعم الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، الأمر الذي يرشح تأثيرها في المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل أكبر وأقوى خلال الفترة القادمة، خاصة مع أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة
وضعت بنية أساسية قوية للغاية على كافة المستويات وفي كل المجالات، الأمر الذي يرشحها تماما لتحقيق أكبر استفادة من الانضمام لهذا التجمع، وبالتالي تحقيق كل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية في أقصر مدى زمني ممكن. أيضا مصر تحمل على كاهلها الكثير من القضايا فيما يخص قضايا الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية المختلفة. قمة بريكس ومشاركة مصر هذا العام بالطبع ستتحدث فيها مصر عن الخطورة المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط، التصعيدات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الصعيد اللبناني، وأيضا المواقف المصرية الثابتة فيما يخص القضية الفلسطينية. برأيك كيف تربح مصر في مثل هذا المحفل وهذه القمة والتجمع في نوع من الشراكة والتعاون بين دوله المختلفة لكبح خطورة أو كبح جماح خطورة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني لو تفتحين لي أن نعكس هذا السؤال ويصبح السؤال كالتالي: ماذا ستربح دول العالم من تنفيذ الرؤية المصرية فيما يتعلق بتطورات منطقة الشرق الأوسط؟ الرؤية المصرية يعني ترتكز بشكل أساسي على ضرورة تحقيق الاستقرار في أسرع وقت ممكن. الأمن والاستقرار هما ركيزتان مهمتان للغاية في تحقيق التنمية الاقتصادية لأي دولة وأي إقليم على مستوى العالم. الرؤية المصرية التي تتوافق إلى حد كبير مع رؤى معظم دول التكتل، تكتل بريكس، أعتقد أن هذه المسألة مواجهة تماما للرؤية الغربية التي لا تتدخل بشكل كبير نحو السيطرة على النظق الإسرائيلي والتحركات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في لبنان. إسرائيل تحاول وبكل سرعة أن تقود المنطقة لما تسميه تغييرا جيوسياسيا في المنطقة، ولكن وهي تسعى لهذا المسألة لا تنتبه على الإطلاق لفكرة أنها تقود المنطقة لحرب شاملة لا تبقي ولا تظهر ولا تضمن أي استقرار أو تنمية لأي دولة من دول الإقليم. إذا عندما تتحقق الرؤية المصرية ويذهب الجميع إلى مرحلة من الاستقرار والأمن في هذه الحالة، وفي هذه الحالة فقط يمكن لدول المنطقة ودول العالم أن تنعم بتحقيق تنمية اقتصادية العالم في أمس الحاجة إليها واستقرار اقتصادي كبير سواء لدول الإقليم أو حتى لدول العالم الكبرى بما فيها حتى الدول التي تساند إسرائيل على مستوى العالم في حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة وفي لبنان. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية. خطوة اقتصادية هامة حققتها مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس والتي تضم عددا من أكبر القوى الاقتصادية حول العالم على رأسها الصين والهند والبرازيل وروسيا. تأتي أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس بسبب النمو المتوقع تحقيقه، خاصة بعدما ارتفعت نسبة مساهمة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي من 25% إلى 40%، كما سيضيف انضمام مصر للمجموعة العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث حققت مصر ناتجا محليا إجماليا قدره 398 مليارا و400 مليون دولار في عام 2023، وجاءت في المرتبة 38 عالميا. انضمام مصر إلى تكتل بريكس سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيتم تخفيف الضغط على الدولار، ويمكن لمصر الاستفادة من السياسات التي يطبقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء بريكس، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار ومن ثم لمزيد من الاستقرار في سعر الصرف الرسمي. وتستهدف مصر من الانضمام إلى تكتل بريكس زيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء في المجموعة، وستقوم هذه الدول بفتح آفاق استثمارية جديدة داخل القارة الأفريقية، حيث بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر 891 مليون دولار في عام 2022، كما يوفر تكتل بريكس التمويل الميسر للأعضاء في المجموعة، حيث ستعمل
تعمل عضوية مصر في بنك التنمية التابع للتكتل على فتح الفرص التمويلية الميسرة للعديد من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر، خاصة وأن الهدف الأساسي للبنك هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء. وترتبط مصر بعلاقات متميزة مع العديد من دول تكتل بريكس، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس إلى 47.8 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المجموعة، الأمر الذي ينعكس على تحسين الميزان التجاري في مصر. إذن مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نرحب بحضراتكم في هذه التغطية المتواصلة على شاشة التلفزيون المصري، وتغطية خاصة لقمة بريكس ووصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة كازان لروسيا الاتحادية، والتي تشهد فعاليات قمة بريكس بين الدول الأعضاء. وهذه القمة التي تشهد للمرة الأولى عضوية مصر في التجمع، تجمع بريكس، للمرة الأولى منذ انضمامها في يناير الماضي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى بريكس بالعديد من القضايا، سواء السياسية أو الاقتصادية والشواغل التي قضاياها المختلفة، منطقة الشرق الأوسط بتحدياتها والأوضاع المتسارعة فيها، المناخ والقضايا المختلفة على الصعيد الاقتصادي من حيث التكامل وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين دول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية فيما بينها لخلق تكتل أكثر قوة أمام التكتلات العالمية الأخرى. هذه القمة التي تشهد رؤية خاصة لمصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا الهامة، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وكذلك سبل تعزيز العمل المشترك بين دول التجمع. ميزات نسبية لهذه القمة، قمة بريكس التي تعقد هذه المرة بالرئاسة الروسية في عام 2024، والتي تهدف إلى إيجاد عملة موحدة لتقليل الطلب على الدولار الأمريكي كعملة تستخدم عالميا في التبادل السلعي وحجم التبادل التجاري بين الدول العالم المختلفة. أيضا تبحث روسيا وجود مواقف ما بين الدول الأعضاء في هذه القمة وإيجاد حلول لبعض القضايا الدولية والإقليمية. We'll be right back.
إكس 2024 في مدينة كازان بروسيا الاتحادية، هذه القمة والتجمع الاقتصادي للدول الناشئة المكونة لتجمع بريكس. الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور رامي، يعني قمة بريكس وعضوية مصر ومشاركتها لأول مرة بعد العضوية الرسمية في يناير الماضي، ما يمكن أن تضيفه بريكس إلى مصر وما يمكن أن تضيفه مصر إلى دول التجمع بريكس؟ في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني يمكن حضور مصر النهاردة هو بمثابة ثقل دولي لمصر من ناحية البريكس، خاصة وأن بيضع أمال لقمة البريكس في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل فترات يمكن الفترات الصعبة اللي بيمر بها الاقتصاد المصري، لكن الفترات دي هي ممكن تكون بتنتهي بفترة تعافي. وبالتالي وجود مصر في قمة البريكس هي بيعكس ركائز أساسية، على الأقل الركائز دي لها اعتماد دولي، الاعتماد الدولي اللي هو بيؤكد أن مصر دولة شريك أساسي في تحقيق التجارب أو مساهمة أهداف البريكس من خلال الخبرة المصرية، لأن الدول البريكس هتستفيد من مصر استفادة كبيرة جدا. يا فندم، مصر عندي دولة عضو مثلا في الكوميسا، فبالتالي أي دولة من دول البريكس لها مصانع أو منتجات، أو حتى اتخذت مصر كدولة ترانزيت لتصدير المنتجات للقارة الأفريقية بحكم عضوية مصر في الكوميسا، الدول دي مش هتدفع أي جنيه واحد كمان، وبالتالي هيصدروا المنتجات بتاعتهم من خلال مصر من خلال زيرو جمارك. نفس القصة مصر هتستفيد من بريكس الانتشار المصري على الصعيد الاقتصادي، بمعنى ان لو عندي منتجات مصريه بتتمتع بالكفاءه الدوليه مثلا، تقدر مصر من خلال البريكس ان هي تنتشر في منظمات العالم او اكثر من منطقه في العالم. ده واحد. الحاجه الثانيه ان ده هيساهم في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق زياده العائدات اللي بتصب في الاقتصاد الانتاجي المصري. وبالتالي المساله هنا ان وجود مصر بالاساس في القمه دي هو بيعكس ان في اعتراف دولي او يعني اعتماد دولي لمقومات الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت ده ممكن يخدم على المقومات السياسيه، خاصه في ظل التحديات اللي بتشهدها منطقه الشرق الاوسط، واللي مصر يعني طرف اساسي في المعادله السياسيه او بتحاول تحقق الاستقرار في المعادلة السياسية الموجودة في الشرق. مصر دائما تتميز بوجود المسافات المتساوية بين كافة الأطراف والدول، وتعمل بدبلوماسية رصينة تجاه القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط تحديدا. برأيك كيف تكسب مصر هذه المواقف الداعمة لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن في تجمع بريكس عدد من الدول العربية، مصر، الإمارات، السعودية، وأيضا الدول الإقليمية سواء تركيا أو إيران؟ يعني هي المسألة إن فرص الميزة في تجمع البريكس إن هو بيضم عضوية دول ربما تكون الدول دي في تناقضات في سلوكها الخارجي، وفي نفس الوقت هناك تنسيق نوعا ما. الخطورة يا فندم إن البريكس أساسا نشأته هو هدفه تحقيق التوازن على المستوى الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفض أي هيمنة من الجانب الأمريكي. طيب لما يوسع عضويته، بالمناسبة ما هي إثيوبيا كمان هي عضو في البريكس، لكن ممكن تحت المظله مظله البريكس هنا ممكن يحصل تنسيق في المصالح ما بين مصر واثيوبيا، او الضغط على اثيوبيا لنهج مصالح معينه تجاه مصر والعكس. وبالتالي المساله هنا ان وجود اكثر من دوله هو بيخدم بتشكيل تكتل من نوع جديد. يمكن يكون تكتل البريكس هو اقرب تكتل ليه تاريخيا حركه عدم الانحياز اللي كانت مصر عضو مساهم او عضو مؤسس فيها. وبالتالي المساله هنا انضمام اكثر من دوله او وجود اكثر من دوله هو ده بيعمل على تنويع الوصول لاهداف متنوعه، وفي نفس الوقت الاهداف مشتركه بتراعي مصالح اكثر من دوله عضو. نعم، السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده، برايك كيف يعكس هذا التوافق في المواقف المشتركه والتعاون ما بين دول التجمع في المصالح التبادليه سواء على الجانب الاقتصادي او الجانب السياسي؟ ممتاز، اشكر حضرتك جدا، السؤال اكثر من ممتاز. بص يا فندم، كلما كان اقتصاد الدوله اكثر قوه كلما كانت السياسه الخارجيه اكثر تاثيرا، بمعنى ان الاقتصاد عندي لو قوي السياسه الخارجيه لازم تكون مؤثره، والعكس صحيح، لو الاقتصاد بتاع اي دوله ضعيف السياسه الخارجيه مش هتكون ليها تاثير قوي. نعم. وبالتالي انضمام الدول دي تحت اي مظله، المظله خاصه مظله البريكس، هو بيساهم في تعزيز اقتصادها، وبالتالي تعزيز اقتصادها هنا هيبني عليه تاثير او زياده فرص
تأثيرات اللي هي متعلقة بسياساتها الخارجية لكل الدول اللي موجودة. على سبيل المثال أنا عندي من أوائل الدول جنوب أفريقيا يعتبر من الدول العالم النامي اللي استفادت جدا من انضمامها للبريكس يعني من أكثر من 20 سنة. وبالتالي المسألة هنا الوجود بقى دول زي مصر والدول العربية هو ده هيشكل في تعزيز اقتصاد الدول دي، وفي نفس الوقت وجود تأثير لسياساتها الخارجية الإقليمية، لأن التأثير هنا هيبقى مرتبط مش بس بتصرفات أحادية الجانب أو مثلا سلوك السياسة الخارجية الإماراتية أو السعودية أو حتى السياسة الخارجية المصرية، وإنما السياسة الخارجية المصرية هتراعي جدا مصالح دول البريكس، وفي نفس الوقت دول البريكس هتدعمها باعتبار إن مصر دولة في البريكس، وكأن السياسة الخارجية المصرية هي مدعومة بتكتل البريكس عالميا، عشان وده هيعمل تأثير قوي جدا في السياسة الخارجية المصرية على مستوى الإقليم. نعم، وماذا عن الثقل العالمي أمام التكتلات المناظرة الأخرى؟ بص يا فندم، هو التكتل المناظر الأفخر للبريكس هو جي 7 أو مجموعة الدول السبع. لا يعني المقارنة هنا، إحنا لسه البريكس ده يعتبر تجمع وليد، هو المسألة إن في نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن نقاط قوة الجي 7 أو مجموعة السبع هي بتفوق الحقيقة، يعني خليني أكون أمين معاكي، هي بتفوق البريكس بأكثر من نقطة. أولاً البريكس عندي الدول الأعضاء هي متباعدة جغرافيًا، لكن الجي 7 لا، اقتصاديات الناتج المحلي الإجمالي للجي 7 أعلى من الناتج المحلي للبريكس، بالرغم من وجود الصين في البريكس، بس ده مش نفس الوقت النقاط الضعف أو نقاط القوة دي، هي مش دي كفاية. النقاط الأهم عند البريكس هي توحد المواقف السياسية، على عكس الجي 7. الجي 7 ممكن في خلافات ما بين الدول بينها وبعض، خاصة للدول الأوروبية، وبالتالي المسألة هنا الجي 7 على الأقل هو ما عندوش أهداف يشتغل عليها أو أهداف يقدر يحققها، هو عايز الحفاظ على الحالة الراهنة، لكن البريكس هو بيمر بتحديات كبيرة، من ضمنها إن هو يستقل بعيدا عن الهيمنة، هيمنة قوة معينة أو تدخلات قوة أخرى في الشؤون الداخلية أو الشؤون الإقليمية. عشان كده توحد الأهداف أو اشتراك الأهداف لكل الدول المتكتلة في البريكس ده في حد ذاته هيكون مش عامل قوة بس. أخيرا، ما هي القواسم المشتركة إذا ما بين دول التجمع، لأنها اقتصادات ناشئة ربما عانت من بعض التحديات في مجالات عدة متشابهة أيضا؟ بص يا فندم، القواسم المشتركة ما بين دول البريكس إن هي كلها بترفض التدخلات في الشؤون الداخلية أو الشؤون الإقليمية، يعني بترفض اي هيمنه اجنبيه او اي تدخل من الخارج في الشؤون الاقليميه في المنطقه اللي هي المحيط الاقليمي للدوله فيه، وفي نفس الوقت الشؤون الداخليه، ويمكن دي اهم ميزه بتجمع دول البريكس. الميزه الثانيه ان اسواق الدول دي بتضم اكبر اسواق في العالم، يعني سواء الصين او حتى يعني عندي في الشرق الاوسط مصر اكبر سوق في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي الاسواق الناشئه كلها موجوده في البريكس، فكل دي مقومات، سواء مقومات اقتصاديه او مقومات سياسيه او مقومات استراتيجيه، كلها بتكون دافع لاستمرار تكتل البريكس، وبالتالي وبالعكس ده هتكون دافع لان يفتح الباب لعروض الدول الجديده كمان. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور رامي عاشور، استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره. انضمت مصر الى تكتل بريكس لتحقيق عدد من المصالح، من ابرزها تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا، وكذلك تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقات التعاون والتبادل التجاري. وتمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين. المزيد في العرض التالي مع فاطمة خليل. أهلا بكم. مصالح متعددة دفعت مصر للانضمام إلى تكتل بريكس، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري، سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلا عن توافق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030. تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين، حيث تعمل في مصر نحو 637 شركة روسية حتى سبتمبر عام 2023. يتم العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات في مجالي التجارة والطاقة، حيث اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية في بناء أول محطات نووية مصرية لتوليد الطاقة
وعلى مستوى التبادل التجاري وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و700 مليون دولار. وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية الروسية في منطقة قناة السويس. أما العلاقات المصرية الصينية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16 مليارا و200 مليون دولار عام 2022. ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجي نقطة مهمة في مبادرة حزام واحد طريق واحد التي أعلنتها الصين في عام 2013 لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشراكات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين. أما الهند فتعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 نحو 6 مليارات دولار. وما يميز العلاقات المصرية الهندية أنها تخطت إطار التبادل التجاري نحو رؤى مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والدعم الفني. وفيما يخص العلاقات المصرية البرازيلية فقد تجاوز حجم التجارة البينية بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2022، حيث كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة لدول تجمع الميركسور في مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العلاقات مع البرازيل الشريك التجاري الأكبر لمصر بين أعضاء التجمع. وعلى مستوى القارة الإفريقية قامت مصر بجني أولى ثمار الانضمام لمجموعة بريكس بعد إعلان جنوب أفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر. أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول بريكس خاصة مع زيادة أعضائه تتمثل في تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول بريكس بالنسبة للدول الخمس المؤسسة أو الأعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17 مليارا و400 مليون دولار حتى سبتمبر عام 2023. ومع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتكتل بريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في عام 2024، خاصة مع انضمام مصر وعدة دول أخرى للمجموعة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطية خاصة لقمة بريكس والتي تنعقد في مدينة كازان بروسيا الاتحادية، ووصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة مصر في هذه القمة لأول مرة كعضو في تجمع بريكس بعد انضمامها رسميا في يناير الماضي. تهدف قمة بريكس شرح المواقف المصرية المختلفة وتبادل الرؤى والتعاون المشترك ما بين دول التجمع، وأيضا تعزيز الجوانب الاقتصادية المختلفة والتجارة البينية بين دول التجمع، وأيضا التمويلات الاقتصادية المختلفة والتغلب على الكثير من التحديات فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وأيضا التحديات الاقتصادية. أشكركم.